إلى ذلك قال معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن قرار العاهل السعودي بتسهيل أمور حجاج قطر إلى أبعد حد لم تحصل عليه أي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية. وأضاف قائلا إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للحجاج ومصالحهم هي مسؤولية تاريخية تولتها المملكة العربية السعودية لجميع الشعوب ولا يطعن فيها إلا ناكر. وقال معالي إن التجني على رعاية العاهل السعودي لحجاج العالم لا يسيء إليها ويرفضها إلا من انتهج الكذب والإساءة ومعاداة الإسلام.